شخصيه غير عن اللي نشوفهم كل مره كل جراند فاينل كل خصوصا جراند فاينل دبلز. اوكي بدينا الحين شوفوا الشاشه الصغيره زين. شوف شلتي شتي ماشي سيدا يبغى يذبحها على 50%. واو سوى جمب وصار فوق وكل شيء مشى فوق كل حد سوى كفر حق ستيش كامل وهو في الجمب. المهم انا بعلق هاي المباراه جاني اعلق مباراه فرجان. Is there a prize pool؟ لا ما شك اصلا ما اعرف اذا في برايز بولز حق السنجلز اصلا. هاي هي بس في ميداليات حق السنجلز. البرايز بول هو المرح اللي حصلت اللي كسبته هنا. المرح ها؟ اف يو ان اف يو ان ذا فرنس ميم ميم وراء حاء سبونج بوب. زين انسى سالفه مرح بس المهم البرايز بول. زين تتوقع من يخسر اول ستوك؟ سناك. سناك؟ انا اتوقع صراحه عشان يستعملوا سينا شلك قريب. شلك خسر اول ستوك. ثاني ستوك لوسينا شفتكم قريبه اللي هو اللي هو ثالث ستوك سعيد اللي هو هذيك. يلا صدق انا اشكر جميع المشاهدين والمتابعين والمشجعين و اور فانز. شفت الخش تحت اللويد روكت باللاندنج لاب مال فير مال شي ينزل وخا صار اللاب فوقه. منو؟ شلت سوى فير شي نزل فير اللويد روكت صار فوقه هو بعد عالق في اللاب. نفس سالفه مارتل هذا ذا وورث لوسينا. واو منو مات؟ فيليجر مات؟ طبعا انا ما اعرف اذا هو يبين انه يعني شوي لاعب في باك ثرو بعد حي صار وايد فوز. او سوى ودس ايرو صار صوب اليسار وسوى اير دوج بالغلط ما كان يعرف هو وين اظني اتوقع انه هو كان على اليمين اختفى اليسار. اوه واو سيد سماش اب سماش قصدي اب بي حركه قويه اوك سلاش ما اعرف شو يقول اب سماش يس يقول اسمع اير سلاش اب سلاش اب سلاش اسم الحركه اي اير سلاش انا اير سلاش فورك جتني في حاله يا سلاعب فيه ترى اب سلاش اب سلاش اير سلاش يا اخي لا تعدلني لازم تقول صح ما نخص ستين نكته. اذا منو اخر واحد بيخسر اول 3 ستوكس؟ اوه سناك خسر اول 3 ستوكس. شفت انا كنت قريب الريدز مالي بس منو اول واحد بيخسر؟ عشان تروح منو هوم؟ هو ار ذي؟ يعني تبون يصير اكل موسم بصير باكل بروحي. ما حد يوصلهم طيارة تنزل. هذا باكل. 3 الظهر؟ يعني ما بيصيرون كوميك كون لازم يكون في المطار الساعة 12. اوكي سناك اول واحد يخسر 3 ستوكس وفور ستوكس اول واحد يخسر 4 ستوكس سناك اول واحد يخسر. اوه نايس ريفيرس ايدج جارد. اوه نو سيم فوز. اوه بلع الياهل. ايه شكل شلك يعني شخصية اوكي خليني اشيل الكاميرا انا انت لازم تشيل الست اب انا مشيل كل شيء هي والكاميرا وال ابعد عن بيتك ولا شو؟ ابعد عن بيتك يعني لازم تطوف وترجع اوكي قريب يعني مو بايد بعيد خلاص بنفس تبغى ترجع البيت تطالعني مع شو هالانمي الجديد نسيت شو اسمه جراند بلو مبها شوف من زمان خلص صدق؟ شوف تضحك علي انا ليه؟ لا في شيء كان شو كان هذا اسمه؟ في كان جراند بلو جراند بلو فانتسي اف اس اس ار ما اعرف شو اس اس ار
اس اس ار ارحمك ليش شباب بتشوفون صد ما كنت اعرف ان الشالك هاز ان انفيسيبيليتي فريم وين اكتيفيت ان مونادو يس يقدر يسوي يستمنى هات كان شو اسمهم ام ال 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 سي شي تي عشرة مالك مالك تسميها مالك من الساعة انسى كيف انطقها كيلكس روح كيلكس مع السلامة كيلكس مع السلامة الحين يا سي فيد جراند بلو فانسي فيد مش انمي الحين يا سي يتناقشون كيلكس بيروح بيشيل السيت اب مالته اللعبوا الجراند فاينلز باكر انتوا كلكم موجودين باكر الحين يقترب يقترب منه يقترب ف يعني بيد ذا شيت ذا فون لابتوب اند انترنت اند تويست دوت موي اللي عارف هذا الجيم انمي ايفريثينج فيت لايت نوفل فيت اوفر جراند يس يس تعرف ان انا شفت فيلم والفيت وانا ما اعرف شو اسم الشيء ولا شيء في فيلم حتى قلت لك انا السالفه حتى ناس اسم الفيلم مش عارف مش اسم الفيلم اظني الجزء الاول اظني انا بس هذه شفتها انا مثل بليد وركس انا كنت اتحرى اسم الفيلم شو ليت نايت موفي صدق تي كان مكتوب فيت ما اعرف شو بعدين ليت نايت موفي ولا شيء شي شو تضغط اي هاري زيرو ديبرشن 1000 على فكرة ترى أنا ما أشوف أنميات ها؟ إنزين عارف الرسم بين وبين. فالشيء اللي أقول لكم إنه نسيت شو كنت بقول. فخلنا نركز على المباراة. الحين شلك أوف ستيج ما عنده نكزة مات. شلك أول واحد خسر نفس ما آخر مرة هو خسر أول واحد ستوكو. لازم أشوف كل شيء. فيج. على فكرة أنا يوم أشوف بقول لكم معلومة يوم أشوف أنمي ولا شيء صدقيني رقاد. ها؟ لا 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 هناك خلال أب سماش أنا شفت لا 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 بروحة لا ستي نايت هيفنز فيل هي صح هذا هو ستي نايت هيفن فيل هيفنز فيل هل شفته؟ انكلينج ما عنده أوه نايس انكلينج ما عنده انك يعني بس لينك بدون انكلينج يعني لينك شايو بس لينك لينك شايو وين شو يسوي هذا تحت؟ يلا يا عبد الله نشوفك على خير لينك شايو يلا اوه ذبح الضيعة بدون ما يذبح حاول ينتظر بيع بس كانوا يذبحون بعض وشلك مات وكان يا ما مات اي اي شيء يشتغل في الدبل اوكي ما في نو جادجمنت بليز انكلينج بعد حي سعيد مقاوم يسوي رولر تيم كومبوز ما في حد خسر 3 ستوكس هنا بس في اثنين خسروا 2 ستوكس واحد ما خسر ولا ستوك اصلا ما سمعت ايه هذا هو الانمي اللي انا الفيلم اللي انا شفته وما عرفنا فيه بعد ما شفته او مو بي انا اشوفه طلعت هذه شو اسمه سيبر شعر اصفر الشجره سيبر فشفتي شفت سيبر قلت اوه هذا هي عارفها مش شايف فين الانمي انا كل مكان موجوده يعني بس انه واحد رواني بوستر اظني حق انمي قلت اوه هذا هالشيء هالشخصيه شايفينها سيبر بعد سالته قلت له انا شفت انمي اسمه تي 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 قلت له هذا هو نفس الانمي كنت تقول لي نشوفه اللي اسمه فيت جو كم من جزء شيء قال لي خلاص خلنا نغير زين شل كان بيموت فورت ماش بس بعده حي قدر يرجع اوه بيقدر يرجع ما قدر يرجع يمس اوه تعرف تلاحظ كيف مسوى ايردو طاح وايد بسرعه هاي ترى يزيد فل كل شيء يزيد فاست فورد سبيد يزيد بس طاح وايد بسرعه ما قدر يسوي ولا شيء خصوصا هاي الفرق العود يسمونه يوم تسوي ايردو زين فول سبيد بس ايرور اول واحد يخسر 3 ستوكس وعادي يكون اول واحد يخسر يطلع يعني اوه لا مستوى الاليمينيشن يعني اقصى علي اوه نو صار صراحه ذبيح اوكي الحين سعيد بروحه اوه ماكل الفورس ماشي
اوكي انا سبيرفكت شيلدك وفورت سماش حلوه. على فكره ما انطش مسوالف الانمي الا اذا في اثنين يرمسون وانا مش مهتم ابدا، يعني بشكل عام انا مش مهتم حق سوالف انمي. بس اذا في واحد قال لي تشوف هالانمي اوكي انا شو حاطه في بالي؟ ما بشوف هالانمي. شوف جوجو. جوجو بخصوص جوجو هات الكنترولر من هناك. هسه الحين انت ما تشوف انمي. الحين ما شو 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 ال شو شو سالفة هذا؟ قول لي. ها مسلسل الكويت شفت انه كان يبيعون هالشيء فاشتريت هالشيء. ما ليه كيف تعرف انها اوكي الحين؟ اوه نايس باكر اوكي 1-1 المهم 1-1 فبخصوص الانميات انا عندي جوجو حطنا على الكنترولر. وما يعرف شو يعني جوجو. لا لا اعرف شو جوجو هذا سيزر شيزر واحد اسمه شيزر والثاني اسمه جوتر ولا شيء شي مو شو اسمه جوزف جوزف بدينا لا لا صد سيزر وجوزف وعندنا نينا نينا هاي من تكن اللي هي اسمها نينا ويليامز وجوجو حطهم على الكنترولر بس عشان جوزف ايه جوزف حطهم على الكنترولر بس عشان يبين الكنترولر يعني جوزف جوستا هاي يلا نبدأ الجيم الثالث للأسف هذا بيست اوف 5 من وين جوترو اللي يلبس كحفية عارف انا هالشيء كان عندي جوترو هي تكن نينا ويليامز هي كان عندي جوترو بس اعطيته حق واحد والكنترولر الثاني عندي جوسكي وديو خليني اجيب الكنترولر الثاني جوسكي؟ ليش جوسكي ويا ديو؟ جوسكي وديو واحد واحد روح عنا يصير يجيب التكي شي ماله كذا بسبتك ديو اوكي اوه زخمتني اوه بحر بيها هاي رسك لو ريورد من المين المين جوسكي ولا ديو مين؟ ايه سفرت واحد جوسكي واحد لا يعني شو قصدك من المين؟ شخصية رئيسية حق الانمي؟ ديو شكله مو بشرير نفس الانمي كوايي ديو ما تشل اوه شو رايك تحسب عمره مارت لوسينا يسوي اب تلت اون شيلد بويها الحالتين ما يشتغل بس بعدنا نسويها انا بعد مرات اشتغل اوه كان بعده شو يسمونه باستر هذا كان شيء ما مات اميو اوكي مات سيده منو المين اوكي وين بيتكم بتشوف خلنا نخلص لان انا بخلص متاخر اتخلك يا الفت ليش روع عندك ما اشوف كان في سياره توكل مع معكم في بيت سيف ترى سيف في بيت سيف في بيت زين هي صح منو المين الله يسلمك دراغونوف مع ان افضل شخصيه عندي يعني فيفرت كاركتر خلينا نقول كازيا بس بعدين بس انا العب دراغونوف تقريبا 90% دراغونوف بس ما العب شخصيه ثانيه نرمس عن سماش لا تقدر تشوف شي ستوري سناك ليش تخسر اول واحد دوم اول واحد تخسر وتخلي سيف بروحه ما تخليني بروحي لا تخلي سيف بروحه مو بزين هي دراغونوف اسوي وال فور اير ما 2-1 يلا ايرور كلاود اكس زد اي فوزوا جيم واحد زياده الله يخليكم حمد والسعيد زين يس اوكي نفس ما تشوفون هذا الديو اوكي وهذا جوسكي شت كيف تعرفون ان واحد ما شاف جوجو تلعب اونلاين معاي اريد اما وات انا هو رانج مين تلعب كمبيوتر ولا بلاي ستيشن؟ هذا سؤال مهم اتوقع بلاي ستيشن ما عندك
اذا بتلعب شوف اذا بتلعب بلاي ستيشن اقدر العب اونلاين ما اعرف اذا اقدر العب اونلاين ولا هلا ورونج على فكره ما اعرف العب تكن على فكره يعني بس اقول لك يعني هالشيء جهز عمرك عشان يوم تخسر يعني لا لا صدق مش مو مو الحين جهز بي اس 4 اذا بي اس 4 ما اعرف كيف يلعبون اونلاين لعبنا بي سي انت عندي الكمبيوتر على الكمبيوتر اقدر العب اونلاين بسهوله لأن حتى ما أعرف حتى على الكمبيوتر ما أعرف صدق. أوكي. سناك بدأ تحط باوزر. أوه ما لحظة. بي إس فور لا مستعمل كاتم السلطان لأن استعمل كاتم السلطان. أدري شفت تويتر. تويتري. أنا شو محطي على تويتر مالي؟ لا بس شو ال أدري شفت تويتر. ما أعرف عن شو كنت أتأرمس أنا أصلاً. ما انت سير ديب سير رمس هي صح رمسني على تويتر صح اذا تبغى تلعب اونلاين اقدر انا في ذا بي اس 4 او سواتيس سماش اب سلاش ماك بل اب فور ثرو خلني اعدل سماش اير سلاش اقول لك عن المدير سماك اير تويتر بيج بوبو باوزر من استوى الشير ستوك ما شفت صراحة انا مش مركز هني ضايع اتوقع سناك لانه هو دوم يخسر اول 3 ستوكس اول واحد يخسر 3 ستوكس شلق مزعج وايد يرمس وايد اخي انكلينج مزعجين بس بدون ما يرمسون سناك از ديد الواحد يخلي خسر اربع حيات فور ستوكس سناك كل مره يسوي له فور ستوكس فور ستوكس سناك يعني يلا خلي يلعبون في الياهل هاي تو كرولينج مسكه حتى ياس يضرب فيها فورتمان باك اير اوكي يلا يلا سيف خذ ستوك واحد خذ الفورتمان وبس جيم جي جي خلص البطوله 3-1 ايرور كلاود فازوا اخيرا عدساني يفوز في الجراند فاينلز وينرز بعد نشكر اللي صح دخلهم لوزرز نشكر المتابعين صراحه المهم ديف اذا تبغى تلعب تكن اونلاين كلم في الويك اند اقدر العب